بعدين وسلتي محافظ الشرطة لذا سماس اللي بعثته للصحفي صوفيا بن فرحات هي في نطاق الإحساس والشعور بالوطنية والمسؤولية تجاه المواطنين التوانسة أولا كمواطن وثانيا كرجل الأمن لذا سماس اللي بعثتهم في شكل معناها وقاية حتى رجالاتنا معناها يعني السياسيين واللي هم الشأن العام يتخذوا الإجراءات معناها لحماية أنفسهم من ما يمكن أن يقع معناها يعني من اعتداء عليهم على أجسادهم ولا أرواحهم ولا ممتلكاتهم معناها باعتبار أني ما عنديش إمكانية باش نقوم بإجراءات معناها يعني لحماية المواطنين ما كان عندي كان كما يقول ربي سبحانه معناها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي أنا بيدي ما نجيش نغير رجعت الخدمة ولكني مانيش نخدم معناها يعني معناها يعني في عندي بيرو عندي علاقات معناها مباشرة مع لي ديسيدور معناها وما تنجمش تكتب زادة لأنه أغلبية الناس خايفة تعيش حالة خوف معناها مش عارفين يعني فما إصلاح الأمني موقعش والناس خايفة معناها يعني من بعضها في وزارة الداخلية حاليا يعني في وزارة الداخلية حاليا وهذاك علاش الواحد ولا يتصرف معناها من باب من رأى منكم منكرا فليغير تبين لي بالكاشف هناك تدرج في يعني العنف من ناحية وتدرج في التحريض على العنف من ناحية أخرى من قبل جماعات معينة تجي حتى في وقت من الأوقات تعرض خدماتها حتى على رجال الأمن يعني في شارع بورقيبة وإلا معناها تعرض خدماتها أصلا معناها واحد من بعد معناها يعني نسمع أنه الناس هذه تقول أنه فما جاي موعد اللي لا مناص منه باش فلان وفلان 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 هذولا يقع معناها يعني يعني احنا صابرين عليهم ولكن جاي وقت اللي باش نصفيهم لكن هي تعمل في إطار ما يسمى حماية الشرعية وحماية يعني ما يسمى بأعداء الثورة وإلا أزلام النظام وإلا فهمتني هذا النوع هذا أغلبيتهم منحرفين معناها يعني خارج السجون معناها معناها ناس معناها يعني تشوفهم معناها بالسلاح بتاعهم معناها يعني المواطن العادي ما يشوفهمش ما احنا كم معناها رجل الأمن عنده خبرة وعنده واحد يشوفهم معناها يمشيوا بالسلاح بتاعهم معناها ثبتوا لقوا ولكن معناها تجي تتكلم معناها يخزر لك التوفيز معناها يعني في عينيك يعمل لك انتميداسيون يعني ويقول لك رانا نعرفك شكونك انت تتكلم راهو معناها تعرف مصيرك شنو تسكت انت دونك تخاف انا اليوم نقول لك انا مش قدام الشعب فقط انا قدام ربي سبحانه ثم الشعب واذا كان يصير لنا حاجه ربي مقدرها وحسبنا الله ونعم الوكيل خاطر اذا كان باش يولي الانسان يعيش مع الخوف يعني ما عاش انسان لانه ربي في القران يقول لا تخافوهم وخافون دونك احنا بنخافوا كامل ربي واذا كان مش ولوا نخافوا من انسان ولو نشركوا بالله انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل الناس اللي يحبوا يخافونا توا واللي يحبوا يشكونا في رواحنا واللي يحبوا معناها يعني تكون عندنا معلومات ولا تحب كذا والواحد يموت بها ولا يخاف انه يقولها لانه عنده بنت ولا عنده مرته ولا عنده معناها صغار انا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نوجه تحية إجلال وأكبر إلى الجيش الوطني اللي معناها احنا التونسيين نعتبروه معناها يعني كنز وذخر معناها لهذا الوطن لأنهم وقفوا وواقفين ومازالوا باش يقفوا احنا نحيوهم لأنهم هما معناها يعني في الإطار هذايا هما
بكل صدق معناها يعني, وبدون معناها يعني الجيش الوطني هو معناها يعني يبقى حامي هذا الوطن. اللي صار معايا البارح, انا كنت في وزارة الداخلية مع اطار امني نتجاذبوا الحديث في موضوع مشاكل تاع العمل نتاعنا ومستقبل معناها الوزارة نتاعنا ومستقبل العمل نتاعنا ومستقبل المؤسسة الأمنية وكيفاش معناها نحافظوا على أمننا وكيفاش نحافظوا على. ثم خرجت من الوزارة معناها كل مرة كي نخرج معناها نبدل أنا طريقي, ما نمشيش في طريق واحد, لأنه يعني نعرف أنا بعد الثورة مراقب معناها يعني بشكل واضح وجلي, ما في حتى معناها يعني. فمشيت معناها من نهج عبد العزيز تاج وراء الافريكان تاني. توقيت وقتاش تقريبا؟ مع الساعة السادسة إلا ربع حاجة كيما هكا. وقت اللي وصلت بحذا في وسط الطريق وين الافريكا نشوف في كهرباء جاية معناها يعني خطفت الدورة معناها في اتجاه الداخلية وجاية لاجم الخلدون في اتجاه الداخلية. كان يمشي بسرعة مخفضة معناها عادي, فأنا وصلت سيري هبطت راسي كما هكا ووصلت سيري على هزة راسي نشوف السيد معناها يحط سرعة معناها قصوى معناها يعني ويتجه مباشرة معناها يعني دور, خاطر أنا كنت على شفة الطريق ويقصدني مباشرة ويدور لي معناها يعني يعمل المقود معناها يعني يدور في اتجاهي في لحظة يعني ما نعرفش كيفاش رياكسيون معناها ما عند ربي تيش راحي معناها سيولا باكوتي دولا 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 روت. الحمد لله يعني وقتي تحت كمل هو بسرعة قصوى فايقة فلت فزيت أنا من الشوك نعيط وقلت نجري في جرد وربما فوز السونتر ريب كي نعيط نجم أنا يعني نعمل نوع من الحالة من الضوضاء من النجدة طلب النجدة ربما يوقفوا الناس ربما يعني ما سلمتش لأنه الصدمة كانت كبيرة ياسر يعني حرارة الروح يعني كنا نجم واحد تكون ميت ولكن أكل الوضعية هذيك متاع حرارة الروح هذيك معناها خلتني نتبع السيدة هذا معناها قلت ربما يعني صحيح أنا نعرف اللي يكونوا سيارة مسلاش معناها بقدمية ولكن سي لانستان كي معناها مشيت نجري نعيط ما تلفتش يجري معناها بالصدفة معناها سيارة متاع رفيعة السيارات هذيك متاع الشرطة البلدية بالصدفة دور في نفس النهج يعني تعمل هكا وتدور في النهج جي اون فاس يشد هو فرنسك قدامي وضعنا على فكرة موجودين مستعدين للشهادة كذلك يعني نعرف احنا كونه ممكن هم على كل موجودين ومنوني ونشكرهم أنا كل صدق معناه أنا نشكرهم ثلاثة أعوان بكل صدق يعني هم يخدموا في الشرطة البلدية ولكن أظهروا معناها مهنية فائقة في التدخل الأمني اللي مريتوش عن بعض الناس الأخرى اللي معناها على كل عاونوني انه سكروا الطريق وانا جيت قلت لهم رامي رجل امن وراه قالوا لي شفنا شو الوقع واحنا هذاك معناها نحبوا نعاونوا قلت لهم عاونوني انه رد لكم ساعه قبل كل شيء السيد هذا ربما يعتبر مسلح ولا ربما ما عنده شي حاجه سكروا الطريق وتو معناها ناخذوا من هنا ونقولوا اهبط بشويه بشويه ونعملوا معناها عمليه بالباسيون وبعد نثبت شنو علاش معناها الحمد لله. فعلا كان هكاك تجمعوا معناها واحد من قدام واحد معناها من هنا من جنب وواحد جا معايا من قدام وكلمت وريته وانا معناها يعني البطاقه نتاعي امنيه قلت له تفضل معناها حل الشباك بكل بروده لا سيد معناها ما عنده حتى معناها يعني انزعاج او قلت له هكا باللغه هذه يا شباب مو لاباس ما جاوبنيش بقى في حاله يعني يخزر هكايا ما جاوبنيش حتى باش تلفت لي يخزر ديريكت قلت له سامحني كان فيك رجل امن من فضلك سكر السياره وحاول تعب معناها بشويه ما تحطش يدك في جيبك ولا كذا وحاول تعب بشويه واحنا مش نثبتوا معك. بقى يخزر لحظه بعد قلت له مو لاباس راهو رجل امن كلم فيك اهبط على شكويا ولا فز ما خرج معناها هو جا باش يخرج قلت له من فضلك رد بالك معناها يعني خرج الوقت ستوش نتاعك معناها نحب نشوفوه وبعد اعطينا معناها البطاقه نتاعك نتاع الوهم وقف على روحك من هنا. اعطانا البطاقه
عملنا بالباسيون اللي ما عندوش معناها يعني معناها آلة معناها سلاح ولا آلة حادة، لكن السيارة ما نعرفوش اللي فيها. وعلمت 197 لهم راهو أنا فلان فلاني راهو صار لي، ورويت لهم القصة كما رويتها لكم. بقيت نستنى مدة نص ساعة ما جاء حتى حد، عجب. عاودت الاتصال قالوا لي تو شوفوا انا بعثوا لك وكذا وما شنو وشوف كيفاش تهزوا انت معناها يعني هزوا انت للمركز. يا ودي كيفاش نهزوا انا المركز؟ اولا معناها كيفاش انا نشكي به وانا باش نهزوا؟ يعني معقول هذا؟ وحاجه اخرى انا الشخص معناها بدم معناها يعني قدي انا مرتين وثلاثه، وجماعه اللي عاونوني معناها يعني يعني يخدموا على رواحهم، كيفاش باش يخليوا خدمتهم ويخليوا سيارتهم ويمشيوا معايا؟ وانا كيفاش يعني عجبت تقنيات العمل الامني معناها اصبحت معناها غريبه عنا، يعني مانيش فاهم من حد شيء. يا ودي قلت له تبعث لي دويه يجيو بصفه رسميه نعطيهم الموضوع ونمشي معاهم انا كشكل. شنو باش تحطني انا نهزوا انا كيفاش نهزوا؟ ما نسيبش نهزوا انا. صحيح انا رجل امني كني في الوضعيه هذه حاليا انا فيكتيم دونك ما نجيبش انا شيء. فمعناها قال لي باش تورينا خدمتنا كذا استنى فهمتني واحد. استنيت اللي استنيت برشا استبطيتهم ولا طلبت معناها يعني وزاره الداخليه. طلبت وزاره الداخليه قلت لهم اعطيتهم معناها الفيرسيون وقلت لهم راني طلبت 197 وراهم ما جاوش وراهم بكل صدق معناها يعتبر هذايا معناها يعني طبغت وعدم معناها يعني جديه في التعامل مع الوضعيات معناها هذه فهمتني. قالت لي تو نعاود نطلبك. ما طلبتنيش. بقيت نستنى. كلمتها مره ثانيه قلت لهم انا راهو كان ما تجيوش باش نعتبركم انتوما مشاركين في الوضعيه هذه. لانه معناها اذا كان كل انسان معناها امنه يولي مهدد بالشكل هذايا والناس ما تجيش مش معقول مش معقول. لقيت مده معناها من الزمن شكرتك الشرطه البلديه قلت لهم جاه ربي معناها بقاو معايا ما نبقى وحدي تشوفوا الوضعيه كيفاش. احنا هكاك تحدثوا وجاو اربع اعوان صغار مستجدين ما عندهمش معناها خبره في الوضعيه هذه ولاحظت عليهم الشيء هذايا. ولكن برغم ذلك اعطيتهم انا بطاقة تعريف وحكيت لهم الوراية. فما كان منهم الا انه قال لي هاو تو ناخذ بطاقة تعريف وقالوا له تفضل برا هز سيارتك هز ركاها وبعد دخلت علينا. عجب من وقتاش العمل الامني معناها بالطريقة هذه؟ قال لي باش توريني خدمتي. قلت له انا راني موريك خدمتك عايش ولدي انا راني عندي 25 سنة و 23 سنة و 24 سنة خدمة. يعني تقنيات العمل الامني اللي البسيط وعملية التعامل مع وضعية من الناحية هذه في تقنيات عالمية ماهيش صنع تونسي. معروف كيفاش تجي كيفاش تهتف كيفاش تعمل بالباسيون كيفاش معناها يعني تأمن السيارة هذيك أو تأمنه هو وكيفاش معناها تهزه معناها للوحدة وكيفاش تعمل الإجراءات. شو تقول لي معناها تعطيه معناها خلينا حاجتي بطاقة تعريف ولا حاجتي بالشخص اللي قام بطاقة تعريف ينجم يقول لك غدوة أنا معناها ضيعت هذيك. ولا نجم نقول لك انا معناها نسيتها في بقعه، ولا نقول لك انا مانيش انا بطاقتي اعطيتها لشخص وربما استعملها، انا مانيش انا الموجود غاديك ويمشي على روحه. قلت معقول هذا؟ قال لي باش توريني خدمتي. قلت له من فضلك احترم روحك انا راهو فعلا موريك خدمتك لاني انا اطار ومحافظ شرطه هما الهيئه نتاع حسب النظام الاساسي خلاص قوات الامن الداخلي هي هيئه قياديه تنظيميه وتشرف على قوات الامن الداخلي. عايش ولدي ما تغلطش. انا هكاك نحكي معاه وجاء معناها يعني عون او ضابط ما نعرفش عليه نعرفه بالوجه لانه كان يراقب فيا طول مده شهر او شهرين او ثلاثه. الضابط هذايا جاء ديريكت من غير ما جاي من بعيد قف قال له يا زملاء ما عندكمش الحق توقفوه هذايا. لفت له قلت له عجب اش مدخلك انت؟ قال لي فما حقوق انسان وحقوق الانسان تقتضي انه ما توقفوش ما عمل حد شيء هو شنو. قلت له انت عندك درايه بالموضوع هذا اللي قالي توا؟ شكون سيادتك انت؟ وعلاش تدخل في الموضوع اصلا؟ قال لي خاطر مش معقول باش توقفوه. قلت له شوف انا راني نعرفك. انت تخدم في المصالح المختصه ونعرف. حاجتي يا اما تكمل السير بتاعك والا راهو تعتبر مشارك مع السيد هذا. فيعني هددني قلت له راهو التهديد بتاعك راهو باش يدمر في البحث. من فضلك تهز الموتور نتاعك وتكمل السير نتاعك. انا ناخذ بالوجه
ما له رزمه ما خديتش الاسم تاعه، ولكن السيد هذا يعني جاء وحب معناه في حاله يعني الفوضى والوحد، حب معناه يفلت السيد هذا ويظهر على اساس انها عمليه. هي عاده ما تظهر يعني عمليات التصفيه في مواضيع معناها من نوع ذي، حادث عرضي تاع اصطدام، والشخص اللي باش يكون به يكون زاد عادي معناها وفي اطار عادي، ويقول لك لا انا راني كنت معناها كانت معناها حاله عاديه معناها ما كنتش نصدمك وكذا، كان نجحت يعني نجحت، وكان ما نجحتش معناها يعني تبان يعني الى طونسيون معناها والا معناها. والسيد هذا وقع معناها التعاطي معناها بشكل معناها غير جدي وغير معناها واحد، الا انه فما ضابط يعني اللي جاء ضابط استمرار وخذا الموضوع بجديه وسمع السيد، ولكن الاثنين ما نعرفش شنو وقع بعد سيبوه معناها ما نعرفش شنو. مالوريزمون معناها ما نجموش نضمنوا شنو باش يصير مستقبلا. الاشخاص هذم اللي قالوا انه توا باش يجي وقت وكذا وباش يصفيه وكل وذاك زاد موجودين ويحوسوا معناها وحضروا حتى في يوم يوم دفن معناها يعني الشهيد، حضروا معناها يعني حاضرين للشهاده معناها للدفن بتاع الشهيد. شكونهم؟ شكونهم سالم؟ ما نعرفهمش بالاسامي، احنا نعرفهم نعرفهم انا لانه نشوف تواجدهم في المظاهرات وفي المظاهرات وفي التظاهرات و يعني. وهذوما الاشخاص المسلحين اللي يحكيوا بلغه حمايه الشرعيه وحمايه الثوره وحمايه اسم شكري الدوله على السنتهم على السنتهم معناها العديد من المرات. معناها اذا كان واحد يسمع الاسم هذا يداول وما يتكلمش معناها وانا بعثت له معناها من باب معناها يعني الاس ام اس بعثها من باب معناها كما قلت لك لانه الوضعيه الحاليه العوامل الامن والاطارات اصبحت معناها يعني تخدم في حاله من الخوف، ما تنجمش معناها يعني تعطي كل المعلومات اللي تتوافد عليها، لانه اي معلومه يعطيها يراها روحه ربما يكون مستهدف، وبالتالي الناس فما اللي خايفه وفما اللي يتمشعر نفسه وفما اللي يقول انا يعني مطالب امام الله امام الناس اني حتى المعلومه هذه نعديها يعني بطريقه يعني دبوشه وراي كما كانت الناس تعمل. يا فلان وبالك على روحك، راهو فما ناس قاعده تعد العده باش تصفي الناس. سالي سؤال يفرض نفسه، الاشخاص هذوما نعم اللي حكيت عليهم هل يطابقوا؟ الاشخاص هذول هددوني معناها انا فزت الجبانه وجاوني معناها وقالوا لي نعرفوك وتسكت، لكن ما عرفش سبب. واحنا في دفن الشهيد فما شخص معناها يعطي بالتليفون وانا معناها يعني ومعايا فتح البك معناها يعني وسبيته ونهرته وقلت له معناها ابتعد معناها من واحد، لانه كان يعطي في المكالمه معناها اللي يقولوا فوالا دفناه وتو تنجموا تحتفلوا. فتح البك شكون سامحني؟ فتح البك هو معناها يعني صاحب معناها يعني شكري بالعيد معناها ونقابي معناها معروف. أنا ما نعرفوش ولكن معناها يعني لقيته معناها خاطر بقيت أنا في بحذا القبر نتاع شكري بالعيد بعد بقاع الدفن معناها نهائيا معناها وآخر معناها واحد مشيت أنا، لأني حسيت كرجل أمن حسيت أني أنا مقصر أني ما حميتوش، لأني لو كان معناها يعني كانت الأجهزة الأمنية معناها يعني تخدم وبقوة وبحيادية واستقلالية ومهنية حتى حد ما يتمس في تونس، لأنه احنا جهاز أمن قوي ومن أقوى الأجهزة اللي موجودة نجم نأكد لك في الوطن العربي. مش هل هنالك حاليا بالأخص بعد ما البارح صارت محاضرة التصفية هذه، هل هنالك حماية ليك حاليا؟ أنا بكل صدق ما نثقش في الحماية، ما نحبش الحماية، وما تقع الحماية وقت اللي يقع إصلاح المنظومة الأمنية ويولي الأمن معناها محايد مهني مستقل وحرفي، وقتها نطلب من الحماية الأمنية. وما نطلبهاش لأنه وقتها سيء ما عادش عندنا تهديدات، لأنه الأمن اللي يبدا واقف حتى الإنسان ما عاد يخاف، حتى المجرم بيدو يعرف أن المنظومة الأمنية والجهاز الأمني واقف هو بيدو ما يتجرأش وما يخافش باش يعتدي على المواطنين ولا املاكهم ولا ارزاقهم ولا على معناها يعني